لكم دينكم ولي الدين وحث على البر لغير المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وقل انصحنا على سمائنا والعدل والاحسان في تعامل معكم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وجدالكم بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ان الذين ظلموا منكم سوره العنكبوت وقال عينا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن سوره النحل جواز اكل من طعامهم والزواج من نسائهم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب الى قوله تعالى والمحصنات الذين من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن سوره مائده وهذه تعايش مع اهل الكتاب وحتى مع المشركين يعلمنا ربنا كيف يعيش المسلم مع والديه مشركان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سوره لقمان وقد يقول القائل هذا خاص لوالديك وانا اقول لا لا وهذا للجميع لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فعذره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون لا يعلمون حقيقه الاسلام ولا يعلمون حقيقه المحمديه ولا يعلمون بما ارسل به وأحاديث النبوية عن ابن عباس رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أجيال أحب إلى الله قال الحنفية الصنعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اعتدى وقال أيضا سل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وأعفو عمن ظلمك وقل الحق ولو على نفسك حديث شريف نماذج من سماحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أنس بن مالك ما تلقاه من حسن معاملته خدمت النبي عشر سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت رواه البخاري وهكذا يقول رسول يقول الله سبحانه وتعالى في حق النبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ان يقول
الصحيفة قال للمسلمين دينكم ولليهود دينكم، وأن على المسلمين نفقتكم وعلى اليهود نفقتكم، وأن بينكم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينكم النصح والنصيحة والبر دون الاسم دون الاسم. هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى ومع الكفار. كفار مكة يوم فتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هبوا وأنتم طلقاء، وكانوا طردوه من قبل، ولكن بعد القدرة لم يقتلوهم ولم يجعلوهم أبادا له بل عفاءً. وهذه الأخلاق أخلاق الحامدة، ونرى هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه حقيقة الإسلام بعد هذا البيان كله، ولهذه الآيات والأحاديث والنماذج سمحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعقل أن الإسلام دين تطرف والأمن، وأن أبناء هذا الدين السمحة هم الإرهابيون، هم المتشددون في العالم؟ لا، كلا وحاشا، فإن هذه الفكرة الجافة بعيدة كل البعد عن الإسلام، والذين يستعملون العنف والقتل والإرهاب يفسدون في الأرض باسم الإسلام، فالمسلمون منهم ضعاف. فإسلامنا دين عقل والمنطق، فإسلامنا دين عفو وتسامح، فإسلامنا يعيش مع الجميع. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. And Obeys, as Obeys said, when we built, I helped, I was one of the contributors. Hundreds of people helped build the mosque, but they allow me to name the mosque, and I can't ask for the name to be Khadija because I have special respect for women. And then we helped build another mosque for Bosnian Muslims, and they allowed me to name that one too. We called it Mariam. The reason I use the name of women because my mother encouraged me to support and help us. And we have named another place, which is a refugee center for the refugees that they come migrate here, and that's named after my mother, Tamar. Refugee
akode ale ka jiya ni mara ki o ka bo na makale ton sati to ama kale ka yoto na ko tama abatoro 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 la ko tama abatoro abatoro thank you so I'm not going to be able to do that.